الفلاس الأقاليم، متميزين وبجوهر واحد لكل أقم بصفة عارفين. الآب هو لينبوع والإب منه مولود، والروح منبثق من الآب ثالوث من الأزل موجود. لأن مسيح حقيقي بجد، أؤمن بعقيدة الثالوث، ثلاث أقاليم، إله واحد، آب وابن وروح قدوس. الابن أعلن لنا عن ذاته واتجسد هنا على الأرض، وعرفنا بالآب والروح في ظهور إلهي مع بعض. يوم عيد الثيوفانيا، الاب في المية اتعمد، والروح نازل زي حمامة، وصوت الاب للابن بيشهد. زهرة زهور تشقشق تشرق في الصبحية، تملى الأرض بأحلى نور. حرارتها حلوة تدفينا في البرد بأحلى شعور. الشموسة دي واحدة كرسي شعب، حرارة ونور. لأني مسيحي حقيقي بجد، أؤمن بعقيدة الثالوث، ثلاث أقانيم،